بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب في تأويل عدة من الآيات القرآنية يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة. هذه الآية الشريفة في سورة الحديد. الله سبحانه وتعالى يقول حول يوم القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم إلى آخر. الآية الشريفة. قد مر مرارا أن للقرآن الكريم ظهر هو ظاهر القرآن الذي يفهمه الشخص العالم باللغة العربية الفصحى وباطن القرآن الذي علمه الله سبحانه وتعالى للراسخين في العلم وهم محمد وآل محمد وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين أن في يوم القيامة في المحشر المؤمنون لهم نور هذا النور أمامهم وبايمانهم هذه الايه لها ظاهر ولها باطن وان شئت فقل ان هذه الايه والنور الموجود في هذه الايه له مصادق متعدده من جمله المصادق ان المؤمن جبهته التي كان يسجد لله سبحانه وتعالى عليها يخضع لله اشرف المواضع في جسده وهي الجبهه يضعها على التراب يضعها على التراب تذللا لله سبحانه وتعالى وخضوعا له وخشوعا منه هذا الموضع يكون له نور في يوم القيامه علامه على ان هذا الانسان من الساجدين الله قبل سجوده لم يكن هذا السجود لرياء ولم يبطل عمله بكفر او نفاق وارتداد او معصيه فيسطع هذا النور من وجهه لماذا يسطع هذا النور من وجهه اولا تكريم لهذا الانسان المؤمن الله سبحانه وتعالى يرى ان هذا الانسان تواضع له فيرفعه في يوم القيامه بهذه العلامه يعرفه اهل المحشر حتى المنافقون ياتون لهؤلاء المؤمنين ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وايضا ليرى طريقه الى الجنه لان في المحشر هناك عقبات الايه الشريفه تقول: فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه هذه الامور التي تفك الرقبه. من عذاب الله سبحانه وتعالى. هناك عقبات الانسان يحتاج الى نور لينظر الى الطريق الموصل الى الجنه. اما الكفار والمنافقون فليس لهم نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فيعذب من ضمن عذاب المحشر بانه لا يرى طريقه فيسقط في المهاوي و أشد أنواع سقوطه من على الصراط في نار جهنم. هاي بالنسبة إلى النور الذي يسطع أمام الإنسان، وبأيمانهم، لماذا بأيمانهم؟ لأن الإنسان المؤمن يؤتى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهذه الورقة أو صحيفة الأعمال التي أُعطيت بيمينه تشع نورا، أيضا لنفس الأسباب، لكي يكون كرامة ومنزلة من الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن، بعكس الكافر أو المنافق الذي يعطى كتابه بشماله فحينما يرى الظلم فيه يدعو هنالك ثبورا بعد ذلك يصلى سعيرا هذا بالنسبه الى مصداق لهذه الايه الشريفه يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم ولعله هذا هو الظاهر المصداق الاخر أو إن شئت فقل الباطن ما هو مذكور في هذا الحديث الشريف. النور الذي أمام هذا الإنسان وبأيمانه هو الإمام، لأن الله عز وجل يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فإذا هو إمام حق يتبعونه إلى الجنة. واذا هو امام كفر ونفاق وضلال يتبعونه الى النار وجعلناهم ائمه يدعون الى النار هذا بالنسبه الى ائمه الضلاله فاذا امام كل مجموعه يسير امامهم وياخذ بايمانهم لأن يدخلهم إلى الجنة الإمام الحق، الإمام الذي اتبعوه في الدنيا اتبعه المؤمنون في الدنيا، فهذا بيان مصداق آخر للآية الشريفة أو هو تأويل لها، وستأتي هناك روايات أنه الله سبحانه وتعالى جعل في كل زمان إماما، لكل قرن يعني ناس مقترنون في زمان واحد جعل لهم اماما الذين كانوا في زمان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، يؤتى بهم ويؤتى به، فمن اتبعه في الدنيا يتبعه في الاخره الى الجنه. يؤتى بالامام الحسن عليه الصلاه والسلام، والناس الذين كانوا في زمانه، فمن اتبعه في الدنيا فيتبعه في الاخره الى الجنه، ومن لم يتبعه في الدنيا فيلقى به في نار جهنم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وهكذا سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى الإمام المهدي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الناس الذين كانوا في عصر إمامته والذين الآن موجودون في عصر إمامته والذين سيولدون بعد ذلك أيضا يدعى ويدعون فمن تبعه فإلى الجنة ومن خالفه فإلى النار يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الإمام الصادق شنو يقول قال أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم من أمامهم وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة يدخلوهم إلى الجنة، زين كل واحد أيضاً درجته في الجنة بمقدار عمله في الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع أكثر حصد أكثر، ومن زرع أقل حصد أقل، ومن لم يزرع لم يحصد شيئاً. إنسان في درجة، وإنسان في درجة فوق تلك الدرجة، وإنسان في درجة فوق تلك الدرجتين وهكذا وحسب ما يظهر من بعض الأحاديث أن درجات الآخرة هي بعدد آية القرآن كم آية في القرآن؟ ستة آلاف ونيف درجات الجنة هكذا فالمؤمن يقرأ آية عمل بها يرقى درجة يقرأ آية ثانية عمل بها يرقى درجة ثانية وثالثة ورابعة إلى الحد الذي عمل إذا بألف آية عامل يوصل إلى درجة الألف إذا بألفين آية عامل يوصل إلى الألفين وهكذا طبعا اللي عامل بكل آيات القرآن من جميع الجهات لعل ذلك منحصر بالرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام لكن الإنسان المؤمنون الناس المؤمنون لا يخلون من عمل بالقرآن عمل بآيات الصلاة عمل بآيات الصوم عمل بآيات الحج مثلا عمل بآيات ترك شرب الخمر ترك الغيبة ترك البهتان بالنتيجة المؤمنون لا يخلون من عمل بهذه الآيات لكن كثير من الآيات قد تكون في المستحبات في الآداب قد تكون لأخذ الاعتبار كثير من المؤمنين قد لا يعملون بها وهذا سيكون حسرة لهم في يوم القيامة. حديث آخر وهو آخر أحاديث هذا الباب، باب أن الأئمة نور الله عز وجل عن الإمام الرضا عليه السلام أو الإمام الكاظم محمد بن الفضيل عن أبي الحسن. طبعا عادة أبو الحسن إذا ذكر بشكل مطلق يراد به الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. قال سألته عن قول الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين بافواههم. قلت قوله تعالى: والله متم نوره. قال يقول: والله متم الإمامة. والإمامة هي النور وذلك قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والنور الذي أنزلنا قال النور هو الإمام زين هناك آيتان في القرآن الكريم آية في سورة التوبة وآية في سورة الصف هاتان الآيتان من حيث المعنى تشيران الى حقيقة واحدة، لكن في الألفاظ يوجد فرق. ثم ذكرت في الآية التالية علة هذا الأمر اللي هو في الآية الأولى. وكلتا الآيتين في سورة التوبة والصف متشابهتان. أما الآية اللي هي في سورة الصف يريدون ليطفئوا ليطفئوا باللام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. الآية اللي في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم بعد هاتين الآيتين في سورة التوبة وفي سوره الصف الله سبحانه وتعالى يذكر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الايات المباركه تشير الى حقيقه ان الله سبحانه وتعالى بنى امر هذا الكون وقدر ان تكون الغلبه للحق في كل المجالات سواء في المجال الطبيعي او في المجال التشريعي يعني انت الان في المجال التكويني حسب تعبير بعض علماء الطبيعه يقولون الكون معصوم حسب تعبيرهم يعني شنو الكون معصوم يعني القوانين التي اودعها الله سبحانه وتعالى في الكون هذه قوانين دقيقة جدا لا يوجد فيها احتمال الخطأ. يعني مرة خطأ النار بدل أن تنتج الحرارة تولد البرودة، ما يصير. الخطأ لا مجال له في قوانين التكوين. وكذلك في التشريع لا مجال للخطأ في التشريع الإلهي. بس التشريع البشري قد يكون فيه مجال الخطأ الصناعات البشرية قد يكون فيها مجال الخطأ لكن في القوانين التكوينية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ما في مجال للخطأ يعني يمكن الناس يخترعون جهاز كالطائرة مثلا وأفضل المهندسين يشتغلون على هذه الطائرة ثم بخطأ فني هذه الطائرة تسقط ويقتل من فيها هذا الخطأ وارد سواء خطأ في الطائرة أو في خطأ في سياقة هذه الطائرة بواسطة الطيار مثلا هذا ممكن لكن في القوانين التكوينية ماكو مجال للخطأ أصلا يعني الثقل عندما يلقى في مكان فيه جاذبية الأرض تجذبه فد مرة خطأ الجاذبية لا تشتغل لا يوجد هكذا الكون معصوم هذا تعبير مجازي يعني لا مجال للخطا فيه وكذلك التشريع من الامور التي قضاها وقدرها الله سبحانه وتعالى انه اي تخريب بسبب فاعل مختار سواء في المجال التكويني او في المجال التشريعي هذا ما إلى دوام ما يستمر قد يكون هناك تخريب لكن هذا لا استمرار له يعني الآن مثلا الناس البشر يخربون تخريبا مستمرا في التكوين هذه الأمور التي تلقى في البحار في البراري السموم هذه الأبخرة وال دخان الذي يتصاعد ويلوث البيئة ويلوث الجو يهلك الحارث يهلك الناس يؤثر على الأشجار هذه تخريبات بسبب فاعل مختار يعني بسبب الإنسان لكن النظام التكويني بطريقة أنه يتجاوز هذه التخريبات يعني أنت الآن في البحر تعال ألقي بترول النفط يعني مثلا حاملة ناقلة نفط فيها ملايين البراميل من النفط إذا صار فيها حادث وهذا النفط مثلا سكب في البحر طبعا يسبب تخريب في البيئة حسنا الآن أكو حالة طوارئ مثلا يجون يحتوون هذه البقع الزيتية مثلا لكن أفرض تركنا هذا يؤثر اثره في التخريب، لكن خلال فتره لعله سنوات البحر والارض اللي اطرافه تعود الى ما كانت عليه يعني تتجاوز هذه الازمه، تتجاوز هذا التخريب، هذا الفساد الذي كان بسبب الانسان مثلا. لان النظام اللي الله سبحانه وتعالى جعله النظام التكويني هذا نظام حق والله سبحانه وتعالى قدر ان يكون الحق هو الغالب ولو بعد حين، كذلك في النظام التشريعي، يعني اصحاب الاراء المنحرفه، الاهواء المنحرفه، الاباطيل هؤلاء يأتون ويفسدون في الارض، يخربون عقائد الناس، يضطهدون اهل الحق، يقتلونهم يهجرونهم، يضيقون عليهم لكن هذا باطل، الله سبحانه وتعالى يقول: ان الباطل كان زهوقا من طبيعه الباطل انه لا دوام له من طبيعه الحق انه يثبت ليحق الحق بكلماته في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صحيح الحاكم الفاسد، النظام الفاسد، قد يستمر سنوات. سنوات قد تكون طويلة. بنو أمية حكموا ألف شهر. بنو عباس، بنو العباس حكموا أكثر من خمسمائة عام. بنو عثمان حكموا حوالي ستمائة وخمسة وعشرين سنة وأكثر. الباطل قد يسيطر لكن من طبيعته انه زهوق يزول ولو بعد حين هاتان الايتان في سوره الصف وفي سوره التوبه وايتان تاتي بعدهما تشير الى هذه الحقيقه يريدون في سوره الصف ليطفئوا في سوره التوبه اي يطفئوا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، نور الله يعني حجة الله من مصادقها النبوة، من مصادقها الإمامة، من مصادقها الأحكام الشرعية. يريدون ليطفئوا أو يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم. في سورة الصف، والله متم نوره. في سورة التوبة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولو كره الكافرون، يعني الله سبحانه وتعالى اراد ذلك. نعم لم يرد فورا ان يتحقق ذلك لان الغرض الامتحان، الغرض ان المؤمنين يكدون ويعملون ويلاقون الصعاب حتى ترتفع درجاتهم، لذلك الله سبحانه وتعالى فورا لا يقلب المعادله بصالح المؤمنين. المؤمنون يبتلون ويبتلون بمشاكل لكن الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشاد في الدنيا والاخره لماذا هكذا لاجل هذه الحقيقه التي بينتها الايه اللاحقه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الظهور هنا بمعنى الغلبه كل الاديان زائفه باطله الا دين الله سبحانه وتعالى. الله ارسل الرسول بالهدايه وبدين الحق يعني يهدي الناس الى العقيده السليمه والى العمل الصحيح لان هذا هو الحق ضمن النظام الطبيعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هذا الحق سيغلب يعني هذه الايه لا تشير الى جانب غيبي فقط لا تشير الى جانب طبيعي جعله الله وقدره وقضاه في هذا الكون يعني ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسيطرته على كل الكره الارضيه وحكومته العادله التي عدلها يدخل في كل بيت والتي ترفع كل ظلم هذا ليس بالامر الغيبي فقط صحيح هناك جوانب غيبيه موجوده الذين يؤمنون بالغيب ومن الغيب هو هذا الامر الظهور الله سبحانه وتعالى ينصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمعاجز بأمور غيبيه هذا موجود هذا الجانب موجود لكن الجانب الطبيعي يعني القانون الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أن الحق ينتصر في نهاية المطاف فلذا ظهور الامام المهدي عدل الله تعالى فرجه الشريف ضمن الموازين الطبيعيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الارض لحكمته سبحانه وتعالى. كما ارسال الرسل ضمن تلك الموازين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فلذلك مساله ظهور الامام المهدي ضمن الموازين العاديه الطبيعيه وهذه الموازين جعلها الله. يعني الله سبحانه وتعالى كما جعل الموازين الغيبيه كذلك هو الذي جعل الموازين الطبيعيه، يعني من جعل النار تحرق؟ من جعل الثلج مثلا يعطي البروده؟ الله سبحانه وتعالى. من يقبض الروح؟ الله سبحانه وتعالى. كما ان الامور الغيبيه بيد الله، الامور الطبيعيه ايضا بيد الله. كما ان الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر الامور الغيبيه كذلك قدر الامور الطبيعيه. يعني مثلا في رساله الرسول محمد صلى الله عليه واله رسول الله الجانب الطبيعي في عمله موجود. تقرا سيره الرسول لان الرسول اسوه فعمله كان بالطريقه اللي احنا نقدر نتبعه في ذلك العمل. حتى يكون أسوة إذا ما نقدر نتبع في ذلك العمل ما راح يصير أسوة الله أراد أن يكون أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لكن أيضا كانت توجد هناك جهاد غيبية أيضا مثلا في معركة بدر الله أنزل الملائكة لنصرة المؤمنين أيضا ذلك موجود مع عاجز الرسول صلى الله عليه وآله هذه أمور غيبية خارجة عن الموازين الطبيعية داخلة في موازين أخرى وكلاهما بحكمة الله سبحانه وتعالى إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا كالتعليل للآية الأولى سواء الآية اللي في سورة الصف أو الآية اللي في سورة التوبة والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره لماذا؟ لأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره مشركون فاذا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم من مصادق هذا النور ولايه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، بافواههم بإلقاء الشبهات يلقون شبهات هؤلاء يتكلمون يغوون الناس يضلون الناس فمثله كمثل النافخ في الشمس. واحد يجي يقف يشوف نور الشمس فينفخ ليطفئ نور الشمس هذا الذي يلقي التشكيكات ويذكر ويذك الأباطيل ويحرف الحقائق ويبين الباطل حقا ويبين الحق باطلا وما إلى ذلك من أفعال هذا كالنافخ في الشمس لان علي بن ابي طالب عليه السلام لان ولايته هذه نور من الله سبحانه وتعالى. كما ان نبوه محمد صلى الله عليه واله نور من الله. زين المشركون فعلوا ما فعلوا ولحد الان مستمره محاربه الرسول من الكفار. الله يقول انا كفيناك المستهزئين. هذا نور الله فهذا النور يسطع هسه إذا الناس غمضوا عيونهم هذا لا يضر ذلك النور إذا الناس ما اتبعوا علي بن أبي طالب هذا ما يضر كما أن الذي يدخل في غرفة ويغلق الأبواب والشبابيك يلقي عليها الستائر فلا يدخل نور الشمس في غرفته هو في ظلام بس هو ضر نور الشمس كلا لم يتمكن من الإضرار بنور الشمس أضر بنفسه قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم قلت والله متم نوره شنو معنى قال يقول والله متم الإمامة يعني هم حاربوا علي بن أبي طالب لكن الامامه استمرت، حاربوا الامام الحسن، الامامه استمرت، حاربوا الامام الحسين، الامامه استمرت. والى يومنا هذا يحاربون الامام المهدي والامامه مستمره. الله لا يقطع الامامه، الامامه مستمره على رغم محاربتهم. هو يحارب علي بن ابي طالب ولكن في الواقع يحارب الرب سبحانه وتعالى. الذي حارب علي بن ابي طالب هو حارب الرسول والذي يحارب الرسول هو يحارب الرب سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه واله قال لعلي بن ابي طالب حربك حربي اللي واحد يحاربك يحاربني والذي يحارب الرسول انما هو يحارب الله سبحانه وتعالى. والله متم الامامه والامامه هي النور اللي في هذه الايه يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا النور الإمامة بالاستدلال بآية أخرى في سورة التغابن وذلك قوله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا شنو هذا النور إلى مصادق من مصادق القرآن لأن الله أنزل القرآن على رسوله ومن مصاديق النور الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا محدقين حول العرش فالله سبحانه وتعالى أنزلهم إلى هذه الأرض فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قال النور هو الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التابعين للرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين